هذه حفارة نفط ضخمة لأعماق البحار موجودة في وسط بحر الشمال. لقد تم بناؤها لتحمل الطقس الغاضب والقاسي، وأيضاً من أجل الحفر بعمق أكثر. الآن هذه الآلة غير العادية وصلت إلى نهاية حياتها. ها هي الأعمال الداخلية لحفارة نفط. فريق الإنقاذ جاهز لتفكيكها. إنها على وشك وبيع ما يستطيعون ليتم تذويبه وتدويره. دعها لي. بينما يفككوها أنا سوف أقترب وأضع يدي. إنه ضخم، وذلك من أجل الكشف عن 5 ابتكارات هندسية جعلت منها عملاقة في ذلك الوقت. أنا تشاد زيدينيك، أمضيت 7 سنوات في بناء محركات الصواريخ لناسا. الآن أقوم بتفكيك الأشياء، وأيضاً أحطم عمالقة الهندسة قطعة قطعة، وذلك حتى أكشف ما جعلهم أساطير في ذلك الوقت. هارتلي بول على شاطئ إنجلترا الشمالي. هذا آخر مكان لما كانت هي واحدة من أكثر حفارات النفط عمقاً في العالم. الآن جميعنا قد رأينا حفارة النفط على التلفاز من قبل، ولكن القليل منا تمكنوا من الاقتراب، ولا أصدق الحجم الهائل لهذا الشيء، ولا أطيق صبراً للدخول إليه. إنه بطول 40 طابق، ويغطي تقريباً 60,000 قدم مربع، ويزن تقريباً 26,000 طن. هذه المنصة الهائلة تقف في هذا الوقت على بقايا 3 أرجل ضخمة، وهي تحملها يومياً فوق الماء، وتمتد بطول 500 قدم إلى الطابق البحري في الأسفل. من هناك يقومون باستخراج النفط والغاز على عمق 9,000 قدم تقريباً، وتضخها إلى اليابسة. الآن بعد مضي 40 سنة، حياة حفارة برينت دلتا العملية قد انتهت. قد تم سحبها إلى الشاطئ، حيث ستساوي ملايين الدولارات حينها كمعدن للتدوير، ذلك بمجرد تقطيعها وتذويبها. هذا الشاطئ بني ليكون غير قابل للهدم، لذا تفكيكها لن يكون سهلاً. السبب في تحمسي للانضمام إلى الفريق أنهم يحاولون فعل شيء لم يتم فعله من قبل، مثل تفكيك حفارة نفط بهذا الحجم على اليابسة. المهندسون يجب أن يدرسوها جيداً للقيام بهذا. الحفارة ضخمة جداً، ولكن بناءها معقد بشكل كبير. لقد كانت أعجوبة هندسية وضع هذه المنصات في مكانها في شمال البحر الشمالي واستخراج النفط. لهذا عكس تلك العملية وإزالة المنصات التي لم تكن مصممة لذلك الشيء شكل تحدياً كبيراً وحقيقياً لمهندسي اليوم. ما هي الكمية المستهدفة؟ ما نحاول استهدافه هو إعادة تدوير لأكثر من 97% من هذه المنصة، وإن هذا كصاف قد يساوي 5 ملايين دولار كخردة، مال قد يساعد في إخراج بعضاً من تكلفة تفكيك هذا الشيء الضخم والمتعب أثناء العمل عليه. والحصول على هذه الأموال يتطلب عملاً شاقاً. خلال 9 شهور القادمة أنا سوف أساعد فريق الهدم في تفكيك الحفارة، وسوف نعمل معاً لينقذوا ما يستطيعون لبيعه لإعادة التدوير. أنا سوف أكشف لكم عن الأسرار الهندسية 5 التي جعلت الحفارة ذات رقم قياسي. نظام الحفر المذهل هذا الذي يقوم بالحفر في أعماق المحيط، بعدها إرسال النفط والغاز الطبيعي لمسافة 9,000 قدم إلى السطح. الخزانات التي قامت بفصل النفط الثمين عن الماء والغاز. صمام الأمان الضخم الذي يقوم بإحراق الغازات الخطرة في لهب طوله 100 قدم تقريباً، ومولدات الطائرات عالية الشحنة التي تعطي كهرباء مستمرة ومن دون أي توقف أبداً لمسافة 100 ميل عن اليابسة، وكتلة السكن المضادة للانفجار، وهي التي بنيت خصيصاً لحماية الطاقم من الانفجار وأسوأ العواصف التي تحصل على الكوكب. أنا حقاً أريد الوصول إلى ديريك، ولكنها موجودة في داخل الحفارة ولا يمكننا قطعها مباشرة. البنية بكاملها متوازنة بحذر كبير،
على ما بقي من أرجلها الثلاثة. إن نزعنا الكثير من الوزن من مكان خطأ فإن هذا الشيء برمته سوف يقع، لذا علينا تقطيع الهيكل إلى أجزاء وإخراجهم واحداً تلو الآخر، مثل لعبة جينجا الضخمة. كل شيء في الخارج من تلاعب هو نوع من تركها، لذلك من الصعب تفكيك حفارة في نفسها. ونحن بحاجة إلى الحفاظ على مركز الثقل، وبعد ذلك سيكون لدينا شريط مسكن كبير قادم من الجانب. نحتاج إلى قرص للحفاظ على المركز. بعد التفكير كثيراً، فريق الهدم سوف يبدأ من هنا. سوف يبدأ من وحدة توليد طاقة الحفارة. إن وزنها 500,000 باوند تقريباً، وهي أيضاً ستساوي مبلغ 10,000 دولار كخردة معدنية، وهي أيضاً من أهم الابتكارات المعدنية العبقرية التي أريد الكشف عنها. البرينت دالتا تحتاج إلى كمية كهرباء كبيرة، ما يعادل 10 منازل في كل يوم تعمل به، والمهندسين عليهم إيجاد طريقة لتوصيل هذه الطاقة. المشكلة أن برينت دالتا شيل كانت تقف وحيدة بمفردها في بحر الشمال وعلى بعد 100 ميل من أقرب مصدر تغذية كهربائية. الحل جعل الحفارة تولد مصدر تغذيتها الكهربائية بنفسها، لذا المهندسين قاموا بتركيب 3 مولدات ضخمة يتم تشغيلها ب3 محركات خاصة. مع بعضهم قاموا بتوليد كمية كهرباء كافية، وذلك لتشغيل بلدة بأكملها. قاموا بتغذية نظام الحفر، مضخات النفط، وحدات المعالجة، وكل شيء لازم من أجل دعم طاقم يتألف من 160 رجلاً على الأقل. العبقرية في هذا النظام أنه جعل الطاقة تولد من تلقاء نفسها، ولمعرفة ذلك كان يجب أن أدخل باستخدام شعلة القطع الموثوقة خاصتي. لدي أداة الحرق هنا، أنا جاهز لقطع المعدن. الآن حان وقت توديع وحدة توليد الكهرباء الضخمة. سوف نبدأ من السقف. إنه موصول بسلاسل إلى الرافعة لدعمها حتى نتمكن من القطع من العوارض التي تصلها بالهيكل. أنا سأقوم بالقطع الأخير الذي سيتركها تتدلى من الرافعة. أوه، حسناً، هبطت بمقدار إنش. جميع الأوزان على الرافعة. أسمع الصوت. الآن يمكننا رفعها. هناك شيء مرض في القيام بالقطع الأخير على سطح وزنه 22 طناً ورؤيته وهو يرتفع. في لحظة إزالة السطح والجدران، أتمنى أن أرى المحركات الثلاثة. تبين أني تأخرت، وتأخري هذا كان تأخراً كبيراً جداً. ربما قد تم تفكيك المحطة من قبل. كل ما بقي هو الهيكل الذي تفككه الرافعة، وذلك للكشف عن محاور العادم الثلاثة المفتوحة. إنها كل ما تبقى هنا من موجة الدماغ العبقري، والتي جعلت من برينت دالتا تولد طاقة تكفيها. الذي يحدث أن يكون الغاز الطبيعي منتج جانبي عادي مع النفط الذي يضخ. إنه يخرج إلى السطح ويكون مع النفط حيث يتم فصله هناك، ولسنوات كان يحرق كمخلفات. ولكن في التسعينات مهندسو برينت أدركوا أن الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة الذي يحتاجونه، ولو وجدوا طريقة في تسخيره لفعلوها. ما احتاجه المهندسون كان هو محرك حتى يعمل عليها. حجمه مناسب ليتسع على الحفارة وقوي بما يكفي من أجل تشغيل المنصة بكاملها، ولذلك نظروا إلى السماء. البرق الكهربائي، طائرة مقاتلة خلال الحرب الباردة استخدمتها القوات الجوية خلال الحرب في 50s and 60s. كان لديها محركي إيفون، والتي توفر الكثير من الدفع، وكانت تستطيع الطيران بسرعة تصل ضعف سرعة الصوت. أتيت إلى منشأة التعديل في اسكتلندا لرؤية واحد عن قرب. التصميم الأساسي
هو محرك طائرة كلاسيكي. هذه الشفرات سوف تمتص الهواء إلى الداخل، ومن ثم يتم ضغط الهواء في هذا القسم. الهواء المضغوط يتم خلطه مع وقود الطيران، وبعدها يشتعل ضمن حجرة الاحتراق. غاز العادم الساخن سوف يخرج من هنا بدرجة 1200 فهرنهايت بقوة تقدر ب 26,000 حصان. لقد قاموا مهندسو برينت دلتا بإيجاد حل عبقري، وهو تركيب ثلاثة من محركات الطائرات واستخدامهم لتشغيل مولدات الحفارة. كل ما يجب فعله هو تعديل المحركات للعمل على الغاز بدل وقود الطائرات. بعدها قاموا بتوجيه تيار غاز العادم الساخن إلى التوربين، وهو موصول بالمولدة، وهكذا ولدوا 36 ميجاوات من الطاقة التي تحتاجها الحفارة يومياً. منذ 20 سنة مضت ملأت هذا السطح أصوات هذا المحرك. اليوم إنه صوت قاطعات الشعلة. نحن نقطع الآن آخر محور عمودي بقي من وحدة توليد الطاقة، يمكن أن يتم سحبه إلى الأرض كقطعة واحدة ضخمة. هذا يتطلب قوة كبيرة. إذا أردنا سحب 400 طن من المعدن فإن هذا لا يمكن باستخدام الحبال العادية. هذه بعض حبال الأسلاك الثقيلة جداً، سمكها حوالي إنشين، وأيضاً بالكاد أستطيع رفعها، ولكن المفتاح هو أن نقوم بلفها حول القمة، وفي الأسفل مقيدة ببعضها، ولدينا هنا أداة الحفر خلفي، وهي حرفياً سوف تقوم بالإمساك بهذين الحبلين ومن ثم تبدأ بسحبهما أثناء نزولها. حسناً، حان وقت التوقف. إنها تتحرك، تتحرك. حفارة نفط برينت دلتا العملاقة قد وصلت إلى نهاية حياتها. الآن في جميع أجزائها التي يصل وزنها إلى 26,000 طن يتم تفكيكها على اليابسة. إن وحدة توليد الطاقة هذه التي كانت تزود الحفارة بالكهرباء هو أول قسم سوف يتم تفكيكه. أوه، ممتاز. أما الآن أفق هارتلي بول تغير كلياً. هذه الحفارة الآن في طريقها ليصار إلى إعادة تدويرها بالكامل. عام 1973 الحفارة كانت هي الحل لكارثة اقتصادية كبيرة. أنور السادات استلم قيادة العرب في الحرب التي يخوضها ضد إسرائيل. عام 1973 أصدر الأمر بالهجوم. عندما دعمت أمريكا إسرائيل، وكان ذلك في حرب أكتوبر ضد مصر وسوريا والدول العربية الأخرى، وكان رد التحالف تخفيض كمية تدفق النفط بشكل كبير، وخلال شهور مضخات غاز أمريكا أصبحت جافة تماماً، وتم تخفيض حد السرعة إلى 55 ميلاً بالسرعة من أجل الوقود، وتم إطلاق نداءات للتقنين. طاقات الغرب كانت بحاجة إلى نفط وبسرعة، حيث أصبح موضوع استقلال الطاقة أولوية سياسية في الدولة. الدول بدأت بالبحث عن النفط في أماكن أقرب إلى المنازل. الولايات المتحدة قامت فوراً بتسريع الاستكشاف في خليج المكسيك. في هذه الأثناء البريطانيين اكتشفوا خلاصهم في بحر الشمال. الذهب السائل، أو سمه ما تريد، بريطانيا لديها الآن نفط بالمليارات والمليارات من البراميل، وقد كانت تدور حول العتبة طوال هذا الوقت. تم تقدير وجود 3% من احتياطي النفط العالمي تحت بحر الشمال. كل هذه السنوات كانت بريطانيا تجلس بجانب كنز، وقد كان كنزاً رائعاً. في عام 1974 شركة شيل للنفط قامت بإطلاق بناء 4 حفارات ضخمة للاستفادة من المكاسب. لم يضيعوا أي وقت. نهاية 1978 كل الشركات ألفا، برافو، تشارلي ودلتا كانوا يعملون في موقع نفط برينت. من هناك في بحر الشمال برينت دلتا قامت بمساعدة المملكة المتحدة بتمرير أكثر من مليار برميل من النفط طوال فترة حياتها. اليوم
هناك المزيد من المال يمكن الحصول عليه. الأسعار تتذبذب وهي في انخفاض، ولكن تذويب الخردة يساوي 200 دولار لكل طن. وحدة توليد الكهرباء قد وصلت إلى السطح بشكل عصري جداً، وهذا كل ما بقي منها. كل ما بقي علينا فعله هو تقطيع هذه الوحدة العملاقة ونقلها لإعادة التدوير. والآن لدينا فرصة أخرى لتذويب المعدن. نستخدم قطاعات تستخدم شعلة أكسيد البروبان الذي يحترق بحرارة 5000 فهرنهايت. يستغرق الأمر 5 دقائق للقطع خلال هذا الأنبوب الذي تبلغ سماكته إنشان. لقد انتهيت بكل سهولة. وحدة الكهرباء تزن 250 طن وقد تساوي ما يصل إلى 50,000. سيتم تذويب المعدن الآن وتحويله إلى صفائح معدنية. هناك ما يكفي على برينت دلتا، وذلك من أجل صناعة 200,000 غسالة، وقد ينتهي بها الأمر سككاً حديدية وربما شبكة بناء أو غطاء سيارتك التالية. إن كل قرش يحصلون عليه من التدوير يساعد في تقليص تكلفة تفكيك هذه الحفارة الشاهقة. لما هي غالية كثيراً؟ لأن مجرد جلب هذه المنصة إلى الشاطئ كانت معجزة هندسية كبيرة بحد ذاتها. استغرق الأمر أكثر من عقد للوصول إلى هنا. عام 2006 المهندسون بدأوا بالتخطيط كيف سيحملون برينت دلتا التي تزن 26,000 طن لليابسة، حيث يمكن تفكيكها بأمان. لقد كان هدفاً صعباً للغاية. كانوا يعلمون أن هناك سفينة واحدة كبيرة بما يكفي لمحاولة رفعها، وهذه هي الروح الريادية القادرة. هذه أكبر البواخر بناءً في عالم البحار، وطولها يعادل 747 ستة مرات. مهمتها كانت رفع وحمل الوزن الهائل لمنصة الحفارة الموجودة بالبحر. إن تمكن المهندسون من فعل ذلك ستكون هذه أكبر عملية رفع قد تمت مؤخراً في البحر. بعد سنوات طويلة من التحضير ومليارات الدولارات، في إبريل 2017 محاولة تحطيم الرقم القياسي استغرقت 10 ثوان فقط. والآن الأرجل الثلاثة التي طولها 500 قدم تم تركها في مكانها. لم يعرفوا ماذا سيفعلون بها. مشكلة المهندسين التالية: أين يجب أن يضعوا منصة النفط التي تزن 26 طناً؟ بمجرد وصولها فإن وزنها الهائل يمكن أن يغرق في الأرض ببساطة. ولذلك قام مهندسو التفكيك بتصميم رصيف مسلح كلف بناؤه 30 مليون دولار. قاموا بتصميم هذا الرصيف خصيصاً لدعم الحفارة عند وصولها إلى الشاطئ. كل شيء في هذا المشروع يذهل عقلي. الهندسة كانت رائعة للغاية. حين تنظر إليها تراهم يفعلون شيئاً لأول مرة ويستخدمون تقنيات حديثة. الآن ومع إزالة وحدة توليد الطاقة الكبيرة يمكنني الوصول إلى الابتكار الموجود في داخلها. سوف أرى حفارة ديريك. نحن هنا داخل الحفارة ديريك. لقد تم تفكيكها جزئياً. إن الحفارة ديريك هي التي كانت تؤمن الحفر والأنابيب التي تصل إلى السطح أيضاً وآلاف الأقدام تحتها. ديريك في الواقع هي مجرد برج رفع كبير. هذا خطاف الرافع. عادة تكون أعلى بكثير وتستخدم لإنزال الأنابيب إلى مكانها، حيث يصارع طاقم النفط لوضعها في مكانها. تحفر للوصول إلى خزانات النفط، وهي تحفر على عمق 9,000 قدم تحت سطح الأرض. من يتحكم يجلس هنا ويشغل نظام الرفع. من الصعب التصديق الآن، ولكن هذه كانت القمة في اكتشاف النفط منذ 40 سنة، ولا تزال هذه الطريقة التي تعمل بها الحفارات. سأصعد على هذه الحفارة لتروا كيف يقومون بالحفر.
ديريك طولها 130 قدم، ولديها رافعة كبيرة تدعى القائد الأعلى لرفع وإنزال أنابيب الحفر الطويلة الضخمة إلى مكانها، وإدارة رؤوس الحفر آلاف الأقدام في الأسفل. أساساً هذه حفارة تقوم بكافة العمل في أسفل البئر. في برين الدلتا هذه قد تحفر حفرة قد تصل إلى عمق 4 أميال، وطريقة عملها أن لديها تلك الرؤوس المخروطية الثلاثة التي تدور، ونهايات المعدن الصلبة ستحطم الصخرة وتحفر الحفرة. لدينا جزء الحفر، سوف نقوم بإلساقه إلى حفرة البئر الآن. ننزله قليلاً ولدينا هذه العثرات التي تشبه عثرات الاحتكاك التي تقوم بتثبيتها. جزء الحفر هذا يزن 500 باوند، ونحن على ارتفاع 40 قدماً عن الأرض، لذا علينا أن نتأكد من أن هذا الشيء لن يقع. هذا الجزء يجب أن ينزل خلال 500 قدم من الماء، ولكن هذا لا شيء مقارنة ب8000 قدم من الصخور التي يجب أن تحفر خلالها. مع وضع رأس الحفارة في مكانه، يمكننا البدء بوصل الطول الأول للأنبوب. لدينا الشخص المسؤول عن المسار، ونحن نرسل إليه المحرك إلى الأعلى. هو سيقوم بوصل ذلك في أعلى قسم 90 قدم، ونحرك ذلك إلى مكانه، وجاهزون لوصله في الأسفل هنا في البئر. أما الآن سوف نجلب قسم 90 قدم أخرى ونضعه فوق، ونستمر بالنزول أكثر وأكثر. سنستمر في فعل تلك الدائرة ونجعله بالعمق الذي نريده، وكما ترون خلفي حرفياً لدينا آلاف الأقدام من الأنابيب هناك تماماً. بمجرد أن تلامس الأنابيب الموصولة القاع الذي يصل إلى 500 قدم، فإن عمال برينت دلتا سوف يشغلون الحفارة. عندما نصل إلى الصخرة فهذا سيدور بسرعة 150 دورة بالدقيقة. بالاعتماد على ما نحفر به يمكننا القيام بقدمين بالساعة أو حتى 200 قدم بالساعة، ذلك حسب نوع الصخور. إن النفط موجود تحت ضغط هائل، وذلك ضمن الصخور المسامية. من خلال حفر حفرة أنت تقوم بتحرير الضغط، وبعدها يتدفق النفط خلال الثقب. وهناك أغلفة إضافية حول أنابيب الحفر تحمل النفط إلى الأعلى وصولاً إلى السطح. هذه طريقة تحرير الذهب الأسود من صخور القاع التي تقع تحت أرضية المحيط. بمجرد معالجة النفط على السطح يتم تخزينه في أرض حفارة برينت دلتا الضخمة. بعدها يتم ضخه إلى اليابسة من خلال خط أنابيب في القاع. إن هذه الفعالية هي المفتاح من أجل العمل بالحفر. بقدر ما أن تكلفة عملهم مرتفعة، فإنهم بحاجة إلى تدفق النفط باستمرار، والحفر خلال قاع البحر ينتج الكثير من الشوائب. الأثقال كانت مشكلة مستمرة. الجواب أن يتم ضخ الطين والماء إلى أسفل أنبوب الحفر للتخلص من الشوائب وجلبها إلى السطح أيضاً. هنا يتم فلترتها، والخليط الذي تم تنظيفه من الطين والماء يتم تدويره إلى الأسفل في أنبوب الحفر. هذا النظام كان يعني أنه الحفارة ستعمل باستمرار، وهذا سيكون حلاً لمشكلة أخرى، منع رأس الحفارة من ارتفاع حرارته. تصور إن كنت تحفر خلال الحائط أو قطعة معدن أو حتى بناء، رأس أداة الحفر سوف تصبح حارة. يمكنك تخيل كيف سيكون الأمر إن حفرت خلال آلاف الأقدام من الصخور، وهذا الخليط الذي أساسه الماء والطين سيعمل كسائل. مع مجموعة من الأنابيب موصولة ببعضها يمكن لبرينت دلتا الوصول إلى أي عمق تقريباً، ومع الطين المعاد تدويره بعد إزالة الشوائب للحفاظ على تبريد الحفارة يمكنها أن تستمر في الحفر لأي عمق. لكن بعد 40 سنة من تلك الخدمة المستمرة، الحفارة ديريك سوف يتم إسقاطها قريباً، ولكن ليس في هذا الوقت. للإبقاء على توازنها فإنه يجب عليهم سحب جميع الوحدات التي تحيط بديريك أولاً. واحدة من أكبر الأجزاء هو هذا، وهو جزء الإقامة الذي يوفر للعمال مكاناً آمناً للعيش، وإنه يحميهم من طقس بحر الشمال السيء والمزعج، وأيضاً خطر الانفجارات المميتة. إنه الابتكار التالي الذي أود الدخول إليه، وسأكتشف سر تصميمه المضاد للانفجارات.
وحدة السكن في برينت دالتا كانت موطناً، كانت أيضاً بيتاً مريحاً لما يقارب 160 رجلاً، كانوا يعملون في مناوبات. هذه الحجرة الفارغة كانت مكاناً للراحة وللصداقات لأكثر من 40 سنة مضت. هنا كانوا يعيشون ويأكلون وينامون. نعم، هنا لديك مجموعة كاملة من الكبائن يمكن رؤية جدرانها. كان يوجد شخصين في كل كابين، كان هناك مرحاض وحمام وهناك مكتب. كان العمال يتشاركون في كل هذا وأيضا يعيشون معا. كان هناك أيضا سرير مكون من طابقين ومجموعة رفوف. إذن لدينا حائط هنا وحائط هنا. أجل، كما أنه كان يوجد شخصان يعيشان في هذه المساحة. صحيح، شيء جميل. الناس سيكونون بعيدين عن الشاطئ لأسبوعين، يطورون صداقة متينة، وبعض الأشخاص كانوا قد عملوا مع بعضهم على المنصة منذ البداية وحتى نهاية هذا المشروع. حسناً، انظر إلى هناك، سوف تعرف مدى أهميته. عامل الحفر الذي تقاعد حديثاً لاوسون بيتري كان يسمي برينت دالتا منزلاً لمعظم فترة عمله. هذه كانت دائماً منصة عمل ودودة. شواء يوم الأحد كان معتمداً في الغذاء، والمسابقات في مساء يوم الأحد. الجميع يأتون مع بعضهم، طاقم السطح والتشغيل والصيانة وأيضاً الحفر. جميعنا نأتي معاً إلى برينت دالتا. هذا من أبسط الأشياء التي حافظت على استمرار روح العمل. إن كتلة السكن هذه كانت مصممة من أجل حماية العمال من خطر الانفجارات التي تنجم عادة من معالجة الغاز المتفجر والنفط القابل للاشتعال، أخطار ربما تكون مميتة. في عام 88، 180 ميلاً جنوب برينت دالتا، حصل هناك انفجار غاز ضخم جداً اجتاح أنابيب حفارة ألفا. النجدة، هناك انفجار في المنصة، أرجو المساعدة. 167 عاملاً ماتوا بالحريق، العديد منهم كانوا محتمين في وهم كتلة السكن. لقد كان موقعها تماماً فوق وحدة تم إعادة تصميمها لمعالجة كميات ضخمة من الغاز القابل للاشتعال، وكانت العواقب وخيمة جداً. كتلة السكن في برينت دالتا كان موقعها على بعد 200 قدم من أماكن معالجة الغاز والنفط، وكانت مدعمة بصفائح من ستانلس ستيل بسماكة 8 مليمتر لحماية العاملين من خطر النار والانفجار. ولكن ذلك الدرع السميك يجعل من تفكيك هذا القسم أكثر صعوبة. أنا أساعد الفريق في تفكيك أجزاء المعدن الخارجي، لذا سيصبح خفيفاً جداً بعد إسقاطه. أسابيع من العمل قد مرت في تقطيع وتنظيف أجزاء السكن لتكون جاهزة للهدم. وزنها يبلغ 8000 باوند. كل ما بقي علينا فعله هو إخلاء كومة المعدن الأخيرة لإجراء عملية القطع الأخيرة. جدران الانفجار والأجزاء الأخرى تم تقطيعها إلى قطع سهلة التحكم، وذلك من أجل تخفيف القطع التي تتطاير عند الإيقاع بالكتلة. من أين يجب أن نبدأ؟ أي شيء ما عدا هذه الكومة التي هنا. جاهز؟ واحد، أجل، اثنان. دهلي. حسناً. حسناً، الآن وصلنا إلى الكتلة التي تزن 800,000 باوند، ولذلك الآن نحن جاهزون للعملية الأخيرة وإيقاع ما تبقى. لقد حددنا أماكن القطع، ونأمل أن تنهدم الطوابق الثلاثة فوق بعضها. لا أطيق الانتظار لأرى. ليس تماماً، ولكن الطابق العلوي قد تهدم وبقي اثنين. سحب
سحب واحد أخير ويجب أن تنهدم. صفيحات كتلة السكن وفرت حماية لا تقدر بأي ثمن لعمال الحفارة. الآن كخردة قد تساوي ما يمكن أن يصل إلى 100,000 دولار من أجل فريق التفكيك. مع ذهابها أصبح أمامنا طريق واضحة إلى أطول بناء في الحفارة، برج الانفجار، ويبلغ طوله 300 قدم. هذا الابتكار الذي سمح للحفارة باستخراج النفط والغاز الطبيعي بأمان وبدون أن تنفجر أبداً. أولاً علينا سحبها للأسفل، ولكن يجب أن نكون حذرين، فإن كانت حساباتنا خاطئة فربما نهدم بناءً كاملاً لكن عن طريق الخطأ. لقد مرت 4 شهور في إعادة التدوير لحفارة النفط التي يطلق عليها برينت دالتا. الآن حان الوقت لهدم أطول بناء فيها، والآن ها هو برج الانفجار. إن هذا ما يعطي منصة النفط شكلها المميز. في القمة هناك شعلة قد تصل إلى علو 60 قدم، تولد حرارة كافية ويمكن الشعور بها طوال الطريق. في البحر تراها على بعد أميال، والآن أريد معرفة المزيد. مع أن مولدات الحفارة كان يتم تشغيلها بالغاز الطبيعي، كانوا يستخدمون فقط احتكاك ما يتدفق من الحفارة. هي جميعها شديدة الاشتعال. بتخزينها على السطح يوجد لديك خطر مستمر بانفجار الحفارة. ببساطة إن تحريره إلى الجو كان أمراً خطيراً جداً. المهندسون يحتاجون لطريقة للحفاظ على أمان العاملين في الحفارة، لذا قاموا بتصميم نظام يسمح للغاز بالتدفق إلى شعلة تكون دائمة وضخمة، ويضعون هذا على قمة برج مرتفع جداً بحيث يمكن للغاز أن يشتعل في شعلة عملاقة ومن دون خطر على العاملين أيضاً. تسلق برج طوله 300 قدم مع بندقية تتدلى لإشعال لهب، وذلك على ارتفاع 100 قدم، عمل لم أقم به من قبل. انظر إليه، يمكننا فعله بهذا الشكل. ولكن عندما أنظر على ارتفاع 100 قدم، إنه مثل الإيقاع بشجرة. لم نقم بقطع كامل في القاعدة. عوضاً عن ذلك نترك قسماً لا نلمسه أبداً، وذلك لنتحكم باتجاه السقوط. حسناً، الآن هذه هي النظرية. في ذاك الاتجاه لدينا خط توتر عالي، وهناك لدينا بناء، وهناك أيضاً لدينا المحيط، والنقطة الجميلة هي أن علينا إيقاعه. المشكلة لا نريد أن ينهدم هنا. ما علينا فعله هو تحديد أماكن القطع في قاعدة هذه الأرجل، بحيث عندما يقع فإنه يميل في هذا الاتجاه، وإن صار كل شيء حسب الخطة سيقع هنا تماماً. مرة أخرى سنقوم بتوصيلات الكابلات. إن الحفارة تزيد من التوتر جداً. يا للهول، إن هذا الحبل متين. هذا جيد. إنه في النقطة الصحيحة. رائع. وقع حيث نريد تماماً. مباشرة فريق الهدم يأتي ويتدخل للبدء بتقطيعه، ليتمكنوا من تذويبه ومن أجل إعادة استخدامه في التصنيع. في الواقع هذه ليست أول مرة تستخدم الحفارة لغرض آخر. في عام 93 مجمع النفط الهائل الذي تحت الحفارة بدأ فجأة بالجفاف. عندها بدا وكأن وقت الحفارة قد انتهى. تم تقديم عرض لإحيائها من قبل مصفاة غاز طبيعي جديدة بالكامل، تم بناؤها على الشاطئ. الآن أكبر منتج في شركة برينت دالتا على وشك أن يصبح نفاية ويعاد تدويره. أولاً كان على المهندسين إيجاد طريقة لتعديل الحفارة من العمل في النفط إلى الغاز الطبيعي.
وتكلفة حلهم كانت تقريباً 1.6 مليار دولار. إنه الابتكار الهندسي التالي الذي سأكشف عنه. هذا إن وجدته. واو، هذه الأجزاء الداخلية للحفارة. ذهبت خلال متاهة من الممرات والأنفاق ولقد ضعت تماماً. حسناً، سوف ننزل الآن إلى هؤلاء الفواصل. هل هذا واحد منهم؟ نعم، هذا واحد منهم. هذا هو الكبير وهذا هو الصغير. حسنا. هنا فاصل الاختبار، وهناك واحد كبير أيضاً. هذا هو الابتكار الذي كنت أبحث عنه. هذه خزانات الفصل الضخمة الخاصة ببرينت دالتا. قد تكون الحفارة الضخمة قد استخرجت الذهب الأسود، ولكن الأشياء التي تأتي إلى السطح هي في الواقع مجرد خليط قذر من النفط والماء والغاز. هناك، حين يكون النفط مخلوطاً بالغاز والماء، يصبح مسطحاً بعد سحب الغاز منه. أيضاً، هذا الخليط يصبح مسطحاً في خزانات الفصل. بعدها يتم فصل النفط والماء. عند نفاذ النفط يصبح الغاز كالوقود. قام المهندسون بتغيير بسيط، ولكنه مهم جداً. قاموا بزيادة حجم الخزانات من أجل سحب الغاز، لكن بكميات أكبر بكثير. وعوضاً عن القيام بإحراقه، ضخوه إلى الشاطئ. المشي بجانب الخزانات يعطيك فكرة عن الحجم والقياس. يجب أن يكون بطول 50 قدم. إنه ضخم. لكن هل سيستطيعون سحبهم؟ لا يزال عليهم إخراجهم. إن زيادة حجم خزانات الفصل سمح للحفارة بالتعامل مع ما يزيد عن 500 مليون قدم مكعب من الغاز في كل يوم، وخط أنابيب غاز جديد كلياً على قاع البحر، وهو يصل الحفارة بالمصفات. لكن هناك تحد هندسي جديد يجب حله بشكل فوري. مهندسو شيل تمكنوا من رفع كميات من الغاز الطبيعي من تحت قاع البحر. الآن احتاجوا إلى طريقة لإرساله إلى اليابسة التي تبعد 116 ميل، وهذا يتطلب مضخة ذات قوة مرتفعة. ومرة أخرى اكتشفوا بأنه الطيران فقط لديه الجواب. محرك طائرة أخرى، وإن هذا كان أكبر من محرك إيفون المستخدم لتغذية مولدات الكهرباء. إن تصميم محرك الطائرة كان يستخدم في 747، وهو يولد ما يزيد عن 40,000 حصان، وكان مسخراً لضخ ما يزيد عن 0.25 مليار قدم مربع من الغاز الطبيعي، وهذا بشكل يومي. محرك 747 كان أصم، لذلك وضعوه في داخل غرفة عازلة للصوت. وإن طاقتها الضخمة قدمت التغذية للمضخة التي كانت ترسل الغاز الطبيعي عائداً طوال الطريق إلى المصفات على اليابسة، ذلك على بعد أكثر من 100 ميل. هذا جزء من الأنبوب الضخم، وهو أنبوب مصنوع من المعدن الصلب، محيطه تقريباً 40 قدم، ويتم الآن تقطيعه إلى قطع مثل كل شيء آخر من أجل إعادة تدويره. 6 أشهر مضت ونحن نفككها، وجميع الأنابيب والخزانات في داخل وحدة المعالجة التي نعمل بها، والتي كانت تحتوي على خزانات الفصل، قد تم تفكيكها بالكامل الآن. وكما ترون، وحدة المعالجة أصبحت جاهزة تقريباً لهدمها. عملنا كثيراً لإزالة الجدران الخارجية الثقيلة وللوصول إلى الحمل الداخلي. عند إزالة هذه الوحدات، هل استخدموا رافعات للمساعدة في الرفع أو كان الأمر باستخدام الأربطة؟ لا، هذا غير صحيح. لا، إذا ماذا؟ هذا يكفي ل45 طن. حسنا. إن هذه أثقل، لذا هذه كم وزنها؟ 880 طنا، سنقوم بإيقاعها. واو، إن هذا يعني لن تترك تجويفا صغيرا. لا 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 أبدا. متأهبين لكي نرى السقوط الكبير. واو، أوه، لقد سقطت. إن هذه القطعة سوف تساوي ما يصل تقريباً 200,000 دولار كمعدن معاد تدويره، وهناك المزيد من حيث أتى ذاك. وإن كل هذا سيعادل في تعويض الكلفة الضخمة لتفكيك الحفارة بأمان. قطعة فقطعة
يتم تفكيك هذه الآلة الضخمة، ونحن الآن نقترب من الهدم النهائي لهذا المشروع بأكمله. حفارة ديريك التي تزن 700 طن، الآن وقت تحدي التفكيك، وهو الذي سوف يشكل نهاية هذا التفكيك الرائع. لقد استغرق الأمر 8 أشهر لتفكيك منصة برينت دلتا. لقد كان وزنها 26,000 طن في يوم ما. الآن بقي أقل من 10,000، والباقي تم إعادة تدويرهم. إن برج الانفجار قد انهدم، وإن وحدة المعالجة قد اختفت، ومعها خزانات الفصل، وكذلك المولدات وكتلة السكن أيضاً. لكن لا يزال هناك قطعة هندسية رائعة متبقية، الحفارة ديريك. لقد تم تركها للنهاية لأنها هي مركز جاذبية الحفارة. الآن كل شيء حولها قد تم إزالته، ويمكننا أخيراً هدمها. أعدناها إلى قاعدتها. سنستمر، لا نحتاج لهذا، فعدنا لثلاثة أرجل. أنت توترني، أشعر وكأني أريد النزول على هذا الشيء، أشعر أنني سأقع. صحيح. رأيت كيف تعمل الحفارة ديريك، الآن أريد أن أرى كيف تم بناؤها. إن وزنها يبلغ 700 طن، وهي مصممة من أجل دعم وزن أنبوب الحفر الهائل والضخم، ويجب أن تقف في وجه أسوأ العواصف التي يمكن أن يرميها بحر الشمال. على كل جانب من الأشعة هناك المزيد، والتي تجعلها قوية وثقيلة للغاية. أيضاً عندما أتوا لقطعها سيقطعوها من الأسفل من هنا، لا يمكننا قطع فوق ذلك لأننا سوف نترك خلفنا، لذا نصف الحفارة خلفنا وكذلك الحزمة المنخفضة. أنا أساعد الفريق على الحفارة في عمليات القطع حتى يقع البرج. إذاً ما نقوم به الآن هو تحضير الرجل الخلفية هذه بالقطع عبر ألواح التقوية. لا نريد القطع عبرها كثيراً حتى لا يختل توازنها مع هذه الرياح. سننتظر حتى تتوقف الرياح ثم نكمل عملية القطع. قطعنا كل شيء عدا الرجل الأمامية، وتم إخلاء الجميع عن الحفارة إلى المنطقة الآمنة على الأرض، تاركين خلفنا فقط الرجل الحارق الذي سيقوم بالقطع. الرجل الحارق الأول هو الذي يقوم بقطع جزء الدعم الأخير، وبعدها يدخل عميقاً للحفرة بشكل آمن ويعطينا الإذن بالدخول. الحفارة سوف تبدأ بالسحب، وفي حينها ستقع ديريك تلك كلها في قطعة كبيرة واحدة. ديريك هي الجزء الأساسي الأخير الذي يجب إزالته. برينت دلتا قد تحولت الآن إلى خردة، وهي تساوي ما يصل إلى 5 ملايين دولار كمعدن معاد تدويره. لقد وصلنا إلى شيء لم يحاول أحد فعله قبل هذا، وهو تفكيك حفارة نفط بحرية ضخمة على اليابسة وبصعوبة. التقنيات المستخدمة سيتم تطبيقها للتأكد من أساليب الأمان في هدم الحفارات الأخرى من أجل حماية البيئة، إضافة لإعادة تدوير المعادن. لقد كان عملاً ملحمياً جداً في التفكيك، ولكن رحلة برينت دلتا الأسطورية قد انتهت أخيراً، وما كان يوماً ما عروس استكشاف نفط بحر الشمال هو الآن جاهز ليباع كخردة. أفكار هندسية قد ساعدت في خلق برينت دلتا. الآن الهندسة الكبرى قد أعادت تدويرها بالكامل تقريباً على الأرض، مطلقين أمراً جديداً لأول مرة في العالم في قائمة الإنجازات الهائلة لهذه الحفارة.